يا سادة احنا وصلنا الى ان احنا عايزين نصون اولادنا من تجاربنا، احنا الاولاد ما بقوش مستحملين. انا عايز اقول لكم حاجة، احنا مش بس العصر بتاعنا عصر فيه سيولة، لكن العصر بتاعنا عصر فيه هشاشة. فارجوكم بلاش تعدوا اولادكم بتجاربكم، خلوا تجاربكم خاصة بيكم. ليه؟ لان على فكرة احنا لسه ما فتحناش معاكم باب، هل انتوا كنتوا قريتوا تجاربكم بطريقة صحيحة وقيمتوها بتقييم صحيح ولا لا؟ فإذا كنا احنا ما عملناش ده، فمش معقولة ننقل ونعصر تجاربنا عشان تنزل سواد ونشرب أولادنا السواد ده. ده حرام وده ظلم، وده للأسف نوع من أنواع تغيير خلق الله. أولادنا مقبلين على الله وهم حديثي عهد بالله، لو سمحتوا خلوا أولادكم يعيشوا تجاربهم وحرروهم من أسر السواد اللي عندنا. ربوهم على إن ربنا جعل حياتهم واسعة، ربوهم على إن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في مدده، ربوهم على إن هم لازم يجربوا وإحنا مسندينهم في تجاربهم ومش أبدا هنأثر عليهم، لأن هم ليسوا أسارة لتجاربنا ومش هيورثوها، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ودود رحيم، خاصة بأفضل من فينا أولادنا. يا رب احفظ أولادنا واجعلهم في حصنك واجعلهم في أمانك، واجعلنا دايما سبب لأمانهم ورحمتهم، واجعلنا دايما يا ربنا سبب من أسباب وصول مددك ليهم في كل وقت وحين يا رب العالمين.